التعرق على الزعتر، الشيح وإكليل الجبل، شرب التزانة، الليمون مع العسل، المريوة والزنجبيل، الإكثار من أكل البرتقال والرمان هي الطرق التقليدية التي ما زال الجزائريون يتبعونها في معالجة الزكام. كان مرض أنا يما طيب للزعتر في اليد قول يتغطى ملاح، وقيت نوضي الصباح الحمد لله تلقى روحك بريتي والحمد لله كان تيزانة. نهضر على روحي، ما أنا مني فيتي طبيب ما يكذبش عليك، سيرار ممكن تحتم وين نروح له، تسمى الى ما نطلع قريب نقدر نداويها مع روحي، كابا ناكل تشينا ندير فوتينغ، يقول لك كي تعرقت تبرى ان شاء الله. قول لا جوزي ما طيب لي شويه تيزانه من قبل ما نرقد، نشرب كاس هكذايا ونرقد نتغطى مليح، غدوه من لك انت كلقى روحي انت يا اختي. رغم تشديد الاطباء على ضروره التلقيح من اجل تفادي انتشار الانفلونزا الموسميه المعقده والخطيره، الا ان هناك من الجزائريين لا يكترثون لذلك. تايتشواني نون ما درتهاش يا اختي، ما نشوفهاش بالخرطي هذيك يا اختي، شوف ما درنا والو هذيك. جي با بوزوان فاكسان راني الحمد لله، حاجه كي كتبها لك ربي تديها. الطرق التقليدية لا تستطيع مقاومة فيروس الزكام، هو ما يؤكد عليه الأطباء. لازمنا نفهموا بأن الزكام هذا سببه فيروس، هذا الفيروس خلقهم الله لليمنى هذا على سطح الأرض كلها في كل دولة، الفيروس ما كان حتى دواء يحطمه، ما كان حتى دواء يحطمه، كاين وسيلة وحيدة ديري زعتر ولا ديري واش حبيتي الله يسهل عليك، ولكن كاين وسيلة واحدة ضد الفيروسات هي التلقيح لو فاكسان. تبقى الوقاية خير من العلاج، ورغم أن الطرق التقليدية هي التي نشأنا عليها، إلا أن فيروس الزكام يتطور سنة بعد سنة، الأمر الذي يجعل التلقيح للوقاية منه أكثر من ضروري.